ويا مساء الخيرات على أجمل المتابعين متابعين شركة مجمع شامل. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. جاهزين لتغطية اليوم؟ اليوم منتجات مميزة بانتظاركم عندنا في المركز. قبل أبدأ تغطية اليوم خلوني أذكركم بفروعنا: فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك، وفرعين خميس مشيات الخالدية وضيافة. الصحون علينا والأكل اللذيذ أكيد عليك. وفرنا لك اليوم صحون البايركس الجميلة هذه القابلة لحرارة الفرن والمايكروويف وغسالة الصحون. وفرناها لكم بحجم جدا مناسب، راح تكون طبعا قزاز ما بين الشكل الدائري والمستطيل والشكل البيضاوي، وهذا شكله من غير الاستفتاء جميل جدا. ممكن تستخدمين للبيتزا للباستا وغير الكثير من أكلاتك المفضلة. تفنيني باستخدامها وراح تاخذين القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هذا طبعا بحط لكم المقاسات والاشكال بالتفصيل بسناب الجاي. خلوني أوريكم الجديد من قسم برطمانات القزاز مع التشكيلة الجميلة واللي ما تتفوت. الحلو وفرنا لك بثلاث أحجام، عندك الكبير والوسط والصغير وبأكثر من ثلاث أشكال، كل شكل أجمل من الثاني. حلو البهارات، حلو مثلا تحطين فيها البن، السكر، أو ممكن تحطين فيها المكسرات وغير الكثير. وراح تأخذين كل قطعة طبعا محكمة الإغلاق قزاز وبسعر 5.75 ريال. هذي هذا الشكل يفوز من برطمانات القزاز. شوف معي التفاصيل، راح يكون الغطاء مزود بسيليكون محكم من الإغلاق، وراح يكون شفاف برسومات باللون الأسود. نفس الشيء راح يكون مكون من ثلاث أحجام: الكبير والوسط والصغير. الجو يبيله فنجان قهوة يعدل المزاج. فنادين شركة مجمع الشامل أكيد تقوم بالواجب. شوفوا معي جمال وفخامة التشكيلة اللي وفرنا لكم لليوم من فنادين القهوة اللي جمعت لكم بين السيراميك والقزاز لتحصلوا على هذه التشكيلة اللي ما تتفوت. وفرنا لكم بأكثر من خمس أشكال، فبين شكل ورقة الشجر وبين شكل الخيل، عندكم هنا المخطط بأشكال هندسية وتصميم الغزال الأنيق. طبعا كل شكل راح يكون في منه المستطيل وفي منه هذا الشكل اللي راح يكون على شكل ورقة الشجر. الفنجان قزاز والصحن أو القاعدة راح تكون سيراميك وبأكثر من خمس أشكال زي ما قلت لكم. إيش رأيكم بالتشكيلة؟ للأمانة حلوة وغير اعتيادية، ومتخيلين راح تأخذون كل فنجان مع الصحن وبسعر 5.75 ريال. هذيلا ومتوفر هذا الشكل الجميل والغير اعتيادي، المكس بين الزغرفة الجميلة هذه وبين تصميم الحروف العربية. نفس الشيء راح يكون في منه شكلين، عندك البيضاوي والشكل المستطيل. راح يكون فنجان قزاز والصحن سيراميك، وراح تاخذون المغلف بسعر 5.75 ريال. هلال. حبيتوه وفرنا لكم الجديد طقم شوب جميل جدا قزاز مكون من بيالات شاي، فنجان قهوة العربية والأكواب القزاز. تصميم هذا من أكثر طلبا ومبيعا، الحق عليه هذه المرة. الحلو راح تاخذون العبوة التوفيرية من ثلاث أكواب إلى ست أكواب بسعر 5.75 ريال. هلا.
أدوات مطبخك العملية وبأفضل جودة بأفضل سعر، وين تلقينها؟ أكيد تلقينها في مكان واحد في شركة مجمع الشامل. وفرنا لك مضرب يدوي مع يد بألوان جدا زاهية ومريحة في الاستخدام، رح يكون طبعا الحلب الوسط استيل، ورح تأخذينه بس بسعر 5.75 ريال. هذا قطعة صغيرة وبسيطة ممكن نظم لك مطبخك بشكل أنيق. حبيتوه فرنا لكم من جديد الرف المعدن متعدد الاستخدامات، سواء باللون الأبيض أو بالأسود. ممكن تحطين عليه البرطمانات في المطبخ، ممكن تستخدمينه الرف هنا كمان عندك من تحت، ممكن تستفيدين من اللي توفير المساحة. بحط لكم استخدامات السناب الجاي، راح يكون بالحجم الصغير. تحبون المنتجات التراثية؟ أكيد كلنا نحبها، عشان كذا وفرنا لكم الطاولات الأرضية الخشبية الجميلة، هذه حلوة تحطينها على الأرضية سواء في البيت أو في الطلعات، تحطينها على أكواب تقدمين فيها لضيوفك بكل حب. حجمها جدا مناسب اللي هو الحجم الوسط، وراح تاخذين الطاولة الواحدة بسعر 5.75 ريال. الفخامة تكمل مع الخشبيات، تتفقون معي؟ أكيد راح تتفقون من بعد ما تشوفون الصواني الخشبية اللي وفرنا لكم اليوم، مصنوعة من أجود أنواع الخشب. أتعب وأنا أقول لكم فخمة من الآخر، وحجمها جدا مناسب. راح تكون درجات اللون البني ودرجات البيوفك، أو ممكن تستخدمينها الستاند أنواع الخشب. أتعب وأنا أقول لكم فخمة من الآخر، وحجمها جدا مناسب. راح تكون درجات اللون البني ودرجات البيج، مرة حلوة للتقديم مثلا لضيوفك، أو ممكن تستخدمينها الستاند للهدايا، راح يطلع شكلها ولا أروع. وراح تأخذين هذا الجمال بس بسعر 5.75 ريال. هذا تراثنا أكيد ما نسينا، وما يحلى ضيافة غير بالصوان الجميلة هذه التراثية أو الشعبية، جميلة جدا. شفتوا الأشكال اللي صورتها لكم من الطاولات الخشبية نفسها بالضبط، وفرنا لكم منها صواني خشبية جميلة جدا، راح تكون بالشكل المستطير بالحجم الوسط، وراح تاخذين القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا يومين في دلع، يومين في جديد، وكل هذا أكيد هدفنا في رضاكم يا أجمل متابعين. شوف معي جمال الخشبيات اللي وفرنا لكم اليوم، متعددة الاستخدامات، وأكثر شيء تنفع لتنسيق الهدايا، صدقوني راح تطلع ولا أفخم. في منها الشكل مربع، وفي منها كمان الشكل المستطيل، طبعا كلها لون واحد بس من الداخل راح تكون ملونة. إن شاء الله راح نسق لكم عليها هدية وأشارككم الصور. وراح تأخذين كل هذا الجمال بس بسعر 5.75 ريال. هذا لا تشيلون هم الطلعات والكشتات في الشتاء، شركة مجمع الشامل يضبطكم بأجمل المنتجات. وفرنا لكم شنطة الترامس الجميلة هذه، راح تكون بالحجم الصغير، وهذا شكلها من الداخل طبعا بس تناسب الترامس بالحجم الصغير، وراح تاخذونها بقيمة 5.75 ريال. هذا ونسيت أوريكم تشكيلة الصواني الخشبية للأمانة، مرة حبيت لازم آخذ منها، تفتح النفس. راح تكون خشبية بالشكل المربع ما بين الشكل العودي، كمان عندكم اللون السماوي. الحلو على الكمية، وراح تاخذين كل هذه الأناقة بس بسعر 5.75 ريال. هلا زيدي بيتك جمالاً مع مراكن الورد اللي وفرنا لك اليوم من الدور الثاني من مركز من شركة مجمع الشامل. شوفوا معي
جمال وفخامة التشكيلة، تصميم غير اعتيادي. اللي يحبون منتجات الغريبة لا تفوتكم، راح يكون طبعا سيراميك وبعدة أشكال، وفرنا لكم بثلاث أشكال وبعدة ألوان. شوفوا معي التفاصيل، تحطين فيها الورد المفضل عندك راح يطلع شكلها ولا أروع في الغرف على الطاولات أو على الرفوف. كمان عندكم هذا الشكل، ألوان جدا حلوة، وراح تأخذون كل هذه الأناقة بس بسعر 5.75 ريال. هلا طبعا انتم عارفين حاليا الهبة في الشتاء، تاخذين الصواني الخشبية او الخاص وتحطين داخلها المارشميلو، البسكويت، الشوكولات او حتى الفراولة. تفنيني باستخدامها، حبيت اسوي لكم التنسيق الجميل هذا. كل الاشياء هذه موجودة عندنا في المركز، لطلعة جميلة وتوفرية بنفس الوقت في الشتاء. هذا شكل الصينية اللي صورتها لكم في التغطية اليوم، الخشبية بشكل مربع، وهذا شكلها بالتعبئة. ايش رايكم؟ جميلة جدا، استخدموها بالشكل اللي انتو حابينه، وعليكم بألف عافية.